المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله الحقيقة غمرنا بلطفه وعرفته أكثر من أي وقت مضى. عربي أصيل كل معنى الكلمة، وجلالة الملك خادم الحرمين والأمير سلطان وكل الأمراء، ثم في الخليج والرئيس مبارك بطبيعة الحال، ملك الحسن الثاني ابن عمي وقريبي وحبيبي، والإخوة في تونس وفي الجزائر وفي كل موقع اتصالاتهم فينا كانت مستمرة الحمد لله.